بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملين على سيد الخلق وأشرف الورى زبناءنا وحبابنا زبناء أواني عبد البرنوسي. مرحبا بكم معنا اليوم من قلب محل أواني عبد البرنوسي المتواجدة المرة التقدم بلوك 33 رقم 8 مارشيكا البرنوسي بالدار البيضاء من طبيعة الحال. مرحبا بكم معنا ومرحبا بجميع الزبناء الكرام. أولا وقبل كل شيء بداية أسبوع موفقة ومرحبا بسي عبد الواحد أيضا تشوى معنا اليوم إن شاء الله. الله يبارك فيك خويا بدر، تحية ليك وللزبائن ديالنا المخلصين. بغي نقول لهم بداية أسبوع موفقة للجميع ومرحبا بكم في المحل ديالنا ديال برنوسي أو ديال سيدي مومن. مرحبا بك سي عبد الواحد، مرحبا بجميع الزبناء الكرام. نبداو اللايف ديالنا بالطقوس اللي عودناهم بها اللي هي اللي طلع لي اللايف ديالنا يثبت الحضور ديالو بالقليبات باللي جيم بالبارطاج بكل شيء بأي حاجة زوينة والصلاة المحمدية ضروري. هذيك راه الناس ضروري تطلع في الكومونتيرات. مرحبا بدي عبد الواحد، الناس راه طالعين معنا ديريكتوم من الصلاة المحمدية. مرحبا بهم، هذو راه الزبناء الأوفياء ديال اللايف ديالنا. ومرحبا بك حتى انت معنا، ندخلوا ديريكتوم في المسقي. مرحبا، غادي يكونوا ان شاء الله مفاجآت عديدة وبزاف. تبعوا اللايف ديالنا اول باول وما تنساوناش من البارطاج ومن القليبات ومن لي جيم ومن الكومونتيرات زوينين، وكل لو يطلع علينا من اي مدينه تشاهد اللايف ديالنا. مرحبا دي سي عبد الواحد، بسم الله. اول حاجه نبدا لكم بالغراتويات او البروموسيون اللي غتكون في السيمانه كلها ان شاء الله، اللي هما هادو الكويسات الزوينين. ليما ايه احسن كويسات صراحه اللي بزاف ديال الكليان طالبوهم لينا بزاف، داكشي علاش حضرناهم لكم، وفيهم ثمن جد مناسب وجد مغري. داكشي اللي كاين علاش حقاش دايرين فيهم حنا ثلاثه الباكيات ب 60 درهم وغتاخذوا وحده غراتوي. ثلاثه الباكيات الله يرضى عليك دائما وبقى ديمونطري ليا شحال كاين في كل باكيه. ست البياسات يعني الا خديت 18 كاس غتاخذ 6 غراتوي، يعني غيولي عندي في التوتال 24 كاس ب 60 درهم 12 يعني مليون. غتخلص 3 وحده غتاخذها غراتوي. مرحبا دي سعد ب 60 درهم. مرحبا دي سعد. الصراحه شي حاجه زوينه وانيقين ديال النوار كيف ما كتشوفوا، الصراحه واعرين والجاج ديالهم صافي. اييه المهم قلنا ثلاثه الباكيات ب 60 درهم وحده غادي نعطيوها لكم غراتوي. مرحبا دي سعد الواحد سرنا. وبالنسبه للستوك ديالهم، الستوك ديالهم كاين الحمد لله، كاين السلعه كلشي كاين، يعني موجود كاين ان شاء الله. مرحبا، كلشي غادي يتقدى فيهم، كلشي غياخذهم ان شاء الله. مرحبا. كاينين هادو اللي ديالناهم لكم السيمانه اللي دازت اللي دايرين 30 درهم الساعه، يعني 12 ب 60 درهم. هادو لي ميناك عاوتاني شي حاجه زوينه، هادو تما ديال القهوه هادو موين، يقدروا يديروا القهوه يقدروا يديروا الكابوتشينو داكشي اللي كاين. اييه مرحبا. اما بالنسبه للكيسان ديال صحاب ميلك تشيك وصحاب الكابوتشينو المهور وصحاب زعزع، حتى هما جبنا لهم كيسانهم، ولكن هذه المره مع ماركه زويونه وصحاب العصير ديال الليمون، حتى ما نساوهمش ماركه زويونه. والثمن سعد الواحد الثمن 6 كيسان ب 50 درهم، 6 الكيسان ب 1000 ريال، 6 الكيسان ب 1000 ريال. كلشي يعني سكريني باش يجي عندنا المحل يعرف براسو اشنو غادي ياخذ. مرحبا. ها هما لومبالاج ديالهم، خلي الناس باش يسكريني ويعرفوا شنو كاين. كما قلت لكم راه تقدروا تستعملوا الليمون نظرا للسعه ديالو الزويونه، وتقدروا تستعملوا بزاف هذا العصير او الميلك تشيك، راه نتوما يمكن لكم تعرفوا شنو غادي ديروا فيه، يعني كل واحد اصافواغ البزوان ديالو راه غادي يعرف شنو اللي غادي يدير فيه. قلنا الساعه ب 1000 ريال. مرحبا. اما بالنسبه لهذوك المضلعين ديالهم نيت، مضلعين واعرين تما الساعه ب 1000 ريال، 6 ب 1000 ريال، 6 ب 60 درهم. مرحبا. دائما البروموسيون والسلعه الزوينه اللي غادي تكون مستمره حتى لنهايه الاسبوع. وعند من سعد الواحد عند اواني عبد البرنوسي. مرحبا سير الله. بالنسبه لهادو ها هما لومبالاج ديالهم، كلشي سكريني، يعني بغيتي الارتيكل سكريني باش نعرفو بغيتي فوالا. سيرتو بالنسبه لهادو واش غادي تبغيو المضلعين او غادي تبغيو دوك لي روند سامبل، يعني نتوما وشو شنو اللي بغيتو.
مرحبا الدي سعد الواحد. نذكر الزبناء ديالنا الكرام باللي هما معنا مباشره على صفحه اواني عبد البرنوصي الرسميه المتواجد المحل ديالنا بالتقدم بلوك 33 رقم 8 مارشي كابل البرنوصي من طبيعه الحال، والمحل الثاني ديالنا المتواجد بسيدي مومن شارع بلال رقم المحل 4. هادشي كله من طبيعه الحال كاين في الدار البيضاء. بالنسبه للكيسان ديال الاناناسه هز لي غير واحد، هز لي غير واحد باش علينا غنهزهم كاملين اخويا علاش بالبلاطو ديالهم. اييه كيف تيجيو واعرين وتيرهم مره كبار ماشي صغار. انت الخدمه وانت الفينيسيون ديالهم راه باينه كيفاش دايره، ماشي هذوك العاديين مثلا اللي غادي يخافوا عليهم الناس ولا هذا، راه ديالهم زوينين صراحه. تحطوا قدام الضياف بحال ما هكا عطى الله الاستعمالات ديالهم، كنقول لكم كل واحد وكيفاش الذوق ديالو فاش يقدر يستعملهم. هادو تما 6000 ريال. 6000 ريال مرحبا. هذا المبالاج ديالهم اللي بغا يسكرين ديامون. اييه بسرعه واضح 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 ودي سعد الواحد. هاجي معايا السلعه الزوينه اللي على برا مرحبا. وبغي الناس كلهم اللي طالعين اللايف يثبتوا الحضور ديالهم بالقليبات، يحركون القليبات يحركون. بانت لي القضيه ناعسه، حركون القليبات حركون لي جيم كومونتيرات زوينين باش نعطيكم بروموسيون ونعطيكم غراتويات اللي غادي يكونوا مازال كاينين غراتويات زوينين. مرحبا دي سعد الواحد. واحد السؤال قبل ما نخرج على برا، واحد السيده خوخه قالت لك الترموسات والكيسان ديال الرخامه بشحال وكي داير الترموس من الداخل؟ ترموس دجاج من الداخل وعلى برا رخامه واينوكس. اييه الثمن ديالها 110 درهم، الكيسان تيديروا 120 درهم السته. مرحبا. البلاطو اللي مخططين فيه تيدير 190 درهم. اييه بحال النوار بحال البيض هنا كيسعب الواحد. بحال نفس الثمن. اييه سرعة. البونبونيير بالنسبه للسلعه اللي كاين عندنا فيها النوفو اريفاج ابار هاد الكيسان هادو حتى هما غادي نوريهم لهم دابا ان شاء الله تعالى، وغادي نخليو فيهم مفاجات خطيرين من بعد ما نشوفوا الناس دايرين معنا القليبات ولي جام والبارطاج باش هكذا يعني اللايف ديالنا يقدر يوصل لاكبر عدد ممكن ديال الزبناء ويستافدوا معنا حتى هما من هاد البروموسيون اللي كنديروا لكم الخطيرين. وبعض المرات اللي كيوصلوا حتى الناقص 70 حتى 80 ناقص 80% كما قلنا لكم. وريناكم داتاس صغيورين ديال القهوه ديال النواغ بحال هادو، وريناهم لكم في لي باك ديالهم. قلنا لكم الا خديتو معانا 18 كاس سيتادير 3 ديال الباكيات غادي تربحوا معانا باكيه اخرى غراتوي، وغادي تقام لكم تقريبا 24 كاس ب 1200 درهم. فعوض ما تاخذوهم 24 كاس ب 90 درهم او 100 درهم غادي يبقى لكم 24 كاس ب 60 درهم. من هنايا غادي نخرجوا اوتوماتيكمون على برا وغادي نوريوكم توجور في هاد لامارك هادي ديال الكيسان. وكما قلنا لكم بالحق الكيسان ديال العصير ديال الليمون او ديال الكابوتشينو او ديال الميلك تشيك او هادو ديال الاناناس ديال المونادا راه حتى همايا باك في 6 بياسات ب 1000 ريال، والجيج ديالو راه يمكن لكم تجيو تشوفوه وهذيك الساعات ان شاء الله تعالى غادي تحكموا نتوما بعينيكم. واللي ما شري يجي يتنزه. مرحبا بالجميع. سلام. بالنسبة للبونبونيير تدير جوج بياسات ب 60 درهم، هذه كبيرة، هذه فيها 80 سنتيلتر يعني راه كبيرة ماشي صغيرة، والزاج ديالها صافي كيف ما كتشوفوا راه زوينة وكبيرة ماشي صغيرة، جوج بياسات ب 60 درهم. مرحبا. وكاينة في هذا الموديل عاوتاني شكل أخر عاوتاني، هذا شكل آخر جوج بياسات ب 60 درهم. أييه بالنسبه لواحد السؤال سي عبد الواحد، حنا خدامين كنديروا اللايف حديتو مغزل قال لك سكينه ايت عاطف افندي خويا واش كتصيفطوا لمراكش عافاك قول لي ابتداء من شحال؟ الله يجعل ما تاخذ عندنا بياسه نصيفطوا لها، حنا ما عندناش مشكل يعني لا ليفريزون كتكون ب 50 درهم، بحال خديتي بياسه بحال خديتي 10 بياسات غيوصلوك ب 50 درهم نفس الثمن. مرحبا. كاين هاد التويشيه الزويونه اللي هما هادو خويا ها هي فيها بونبونيير فيها هاد الكويس الزويون وفيها هادي ديال سيرفيت بورت سيرفيت. هادو ثلاثه البياسات كيف ما كتشوفوا ب 60 درهم ب 30 درهم 600 درهم 600 درهم. هذا باك زويون صراحه.
يقدر فوالا يقدر يتحط في السيجور، يقدر يتحط في الصالون. شوف كل واحد على حساب كما كنقول لكم دائما وابدا على حساب البوزوان ديالو، على حساب شنو اللي بغى. وهذيك الساعات الثمن كما قلنا لكم راه 30 درهم، ويمكن لكم تخيلوا شحال غادي يقدر يكون داير في السوق. واحد الكاس زوين وين هو العصير بزاف ديال الحويجات هادو ديال الاستعمال اليومي بالنسبه للناس اللي عنده وليدات، يعني بغى يحط لهم كيسان عاديين، يعني هادو زوينين. هادو تيديروا 12 كاس 50 درهم، 12 كاس ب 50 درهم 1000 ريال. مرحبا. 12 كاس ب 50 درهم، جوج باكيت تاخذوا جوج باكيت ب 50 درهم. مرحبا بالسبب. بالنسبه للبونبونيير الصغيره، هاد البونبونيير الصغيره 4000 ريال. ثمن 4000 ريال. 4000 ريال. هادي تقدر دير بونبونيير، تقدر دير السكريه. نعم سيدي، نزيدوها نديرو فيها الكراتوي ولا نديرو فيها الكراتوي ضروري. الا كانت شي حاجه ديال الكراتوي حنا كما درنا قبيله. شوف فين ما بانت لك كاين الهوته عطي البنادم يعيش. نزيدهم وحده كراتوي سير على الله ماشي مشكل. المهم 5 ب 1000 ريال. 5 ب 1000 ريال، عوض 4 ب 1000 ريال. 5 ب 1000 ريال. مرحبا. مني كانت غطيح لهم مثلا 4 ب 1000 ريال ب 12 درهم ونص البياسه، غطيح لهم دابا ب 10 درهم البياسه. 5 البياسات 10 درهم الوحده. ميلان ها هي باش تعرفوا ميلان سميتها، هذه 5 ب 1000 ريال 23 سنتيلتر. مرحبا. هذه يقدر بنادم يدي منها شحال من 5، عطى الله الاستعمالات اللي غيدير فيهم اللي خليتها انت. زبيده، عسيله، كوفيتير، زويته، عطى الله السكر، سنيده، عطى الله ما يدير فيها. الصراحه الصراحه يعني 5 البياسات ب 1000 ريال حتى الاخر ان شاء الله تعالى، ونعاودو نديرو لهم واحد الغيكاب خفيف ظريف فوالا اليوم بالثمن. جبنا لهم السليعه اللي فيها الهوته صراحه، وهاد السليعه هادي ديال اش عبد الواحد ديال رمضان ان شاء الله تعالى نوجدو دائما. الله يبارك قبل قلنا لهم بالله تنوجدو رمضان صراحه شعبان ودائما من ناحيه دائما مع صحاب نجمه السته كنجيبو ليهم الباكيت زويونين ديال الفابور ديال البطاطا برطل. دائما صحاب نجمه السته كنتهلاو فيهم بحال ما هكا، لا في السلعه ولا في الفراجه، يعني اللايف كنديرو كنسبقوكم نتوما الاولانيين في الفيسبوك باش هكذا الناس ديال الفيسبوك هما اول وحدين يقدروا يستافدوا معنا ديريكتومون اوتوماتيكمون. لي روميز ولي غابي ولي غيستو اللي كنديروا لاي واحد هنايا نتوما الاولانيين كتستافدوا معنا بهم. هادو ثلاثه، هادو اربعه تما ب 1000 ريال، هادو كبيره، هذه 390 مليلتر كيف ما شفتوا 390 مليلتر. ايوه هذه 4000 ريال برجيلات ديالها زوينه تتحمق الصراحه. هذه كيف ما كتشوفوا ديكور، ومنها ديروا فيها السنيده، ديروا فيها الشكلا، ديروا فيها الله ما يدير فيها. مرحبا بك 50 درهم. وهذا الله يرضي عليك اسعد الواحد اللي غادي نديرو، اللي غنديروا فيهم بروموسيون بحال ما هكا، غادي تكتب عليهم في الفيسبوك باكيت عبدو نجمه 6 باش الناس يوفوا يجيو يسولكم على منير، منير يسولكم على باكات عبدو النجمه 6 نعطيهم لهم من الاولانيين. وريهم كيسان، وريهم كلشي كلشي منير، خلي حتى شي حاجه. سار على الله. انا خويا وللاشاره والله القسم اللي غادي يستهزع عليهم دابا وغيبقى بلاتي اليوم غدا، اليوم غدا غادي يجي غادي يلقى غير يديه الرحمه. كيما عودنا الزملاء الكرام، واخا كاينين شي ناس ما كيعجبوش الحال فاش كنقول لهم راه برومي اريفي برومي سيرفي، ولكن هذا راه واقع. راه اللي كيجي الاولاني هو اللي كيتقدى الاولاني. الستوك الحمد لله راه موجود، ما كنجيبوش بياسه، ما كنجيبوش 10، ما كنجيبوش كرطونه، ما كنجيبوش جوج، وانما كاين عندنا صحاب الجمله، كاين عندنا لا ليفريزون خارج كازا. هذا الشيء اللي كيخلينا ان الناس السلعه ما كتقاد لينا، ما غنقولش لكم سير بلاس ولا غنقول، ولكن غنقول لكم سيغ لو شون. اربع المرات ما كتبومبيش عبد الواحد، كاين شي سلعات ما كيبومبيو، وكاش اللي كيتصلوا بك الناس وهذا هاك تولي تحيض وتبيض وتقلب على مضرب عمر وما عرفتش مين باش يلاه يلاه تقدر تقاد مع الناس وبصحتهم وراحتهم. هذا ما المهم. هادو شحال دايرين المنير؟ 4 باكيات ب 1000 يعني 12 كاس 12 كاس من هادو 1000 ريال، شي حاجه زوينه وكاليتي عاوتاني ديال القهوه. مرحبا سارة. مرحبا سيدي.
هادو اللي كنا قلنا تقاداو ها ما عاوتاني عاود رجعوا بالنسبه للناس اللي سولوا عليهم. اييه شوف غير اليوم هادو واعرين وبزاف. هادو جوج باكيات ب 60 درهم يعني 12 كاس، 12 كاس ب 60 درهم. والخدمه عاوتاني والفينيسيون شي حاجه اللهم بارك. مرحبا زيد اخويا وريني الكيسان اللي كبر منهم الله يرضي عليك. راه لي الكيسان كبار هادو شي يديروا 12 ب 60 درهم تاهما. 12 ب 60 درهم اه 12 ب 60 درهم. بالنسبه للصالاد ديال الزوينه هذه الصراحه راه بزاف ديال الناس ياخذوا فيها دابا كياخذوا فيها العدد لاقاش غتقاد في اي لحظه. هاد الصغيره تدير 4 الباكيات ب 1000 ريال يعني 24 بياسه، 24 بياسه ب 50 درهم. وهاد الكبيره ديالها كيف ما كتشوفوا راه كبيره تدير 18 بياسه ب 60 درهم، 18 بياسه ب 60 درهم يعني ثلاثه الباكيات الكبيره ب 60 درهم وربعة الباكيات في الصغيرة ب 1000 ريال، وكل باكية فيهم فيها ست بياسات. داك الشيء اللي كاين. بالنسبة للفاز راه تيدير 700 ريال. 700 ريال يعني 35 درهم. لا. بالنسبة للبورت كاطو تدير 1000 ريال 50 درهم. بالنسبه لهاد لا كوب تدير 6 ب 40 درهم، 6 بياسات ب 40 درهم، 6 بياسات ب 40 درهم. لا كلوش 4 ب 1000 ريال، 4 بياسات ب 1000 ريال. قرعه 3 ب 60 درهم. كاين هاد الكاس ليمينار 6 بياسات ب 50 درهم، 6 بياسات ب 50 درهم. بالنسبه لهذا 6 ب 35 درهم، 6 ب 35 درهم 700 ريال. 700 ريال. مرحبا الدس عبد الواحد. دور لي شي دويره لداخل السلعه لداخل حشواره. ولكن ما وريتينيش البريقات اللي قالنا السي منير تا هما نعاودو نوريهم لهم بالمناسبه ديال رمضان ان شاء الله. لحقاش الناس كيبغيوهم. وريني الله يرضي عليك لي مولينات، وريني البرمات، وريني الاندو تروا، يعني كاع اي حاجه حاجه كتخطر لك على البال ان الناس غيقدروا يستغلوها ويستعملوها في هذه الايام الجايه ان شاء الله تعالى. لي مول ديال الحلوى حتى هما ديال الكراتان، حيت كاع هادشي الناس غادي يوقفوا عليه وما حد فيهم ثمنات زوينين، الناس يستافدوا ما حد الثمن باقي طايح. بالنسبه لي مولينات كاينه كرافت 1000 وات وكاينه بينغو، نفس الخدمه نفس لاكاليتي نفس كلشي. فالاسكراش كيف ما كتشوفوا شي حاجه جامده تلوح فيها طحنها تدير 200 درهم، 4000 ريال كانت 4200 هبطنا لكم 4000 ريال. مرحبا. المهم الثمن ديالها فيها ثمن زوين وشي حاجه زوينه كاليتي. الموتور ديالها ثقيل وراه فيه 1000 وات يعني ما يتصدي ما يخسر ما والو. مرحبا الدي سعد الواحد. شتك عاوتاني جبتي التليفون باش تجيب لي شي حاجه. الناس اللي طالعين اللايف يديروا لنا القليبات، يديروا لنا لي جيم، يدير لنا كومونتيرات زوينين باش دائما تهلاو فيهم. مرحبا. بالنسبه لينا كاول مره غادي نتابعك في هذا اللايف هذا، بغيت نعرف راسي اش من لايف كنتفرج فيه، وإلا بغيت ندير لك عجبني المحتوى ديالك بغيت ندير جيم وبغيت ندير ابوني وبغيت ندير قليبات، كيفاش غادي يمكن لي ندير لهم؟ بغيت دير جيم اخويا. ها جيم هاد الباج ديالنا فين هي؟ ها السميه ديالها تخفيضات عبد البرنوصي. لا الباج ديالنا ما سميتهاش تخفيضات عبد البرنوصي، اواني عبد البرنوصي. فوالا وريها الله يرضي عليك كيفاش مكتوبه باش الناس يتفهموا. هاي خويا فين هي؟ اواني عبد البرنوصي باللغه العربيه. اييه ها اللايف ديالنا تيطلع اول باول، يعني الا كنتي داير جيم جيم وابوني الباج ديالنا راه غيبقى يطلع لك اللايف دائما. اييه اول باول. بشويه خويا بشويه راه عرفتي كتشد واحد الجزريه شويه باش الناس يقدروا يتبعوا معنا. يعني وبالنسبه للوكاليزاسيون ديال المحل افيشي لا سويت، وريني لوكاليزاسيون ديال المحل. لوكاليزاسيون ديال المحل ها هي لتحت، هي التحتانيه بالنسبه لمكان تواجد المحل ديالنا يمكن لكم تدخلوا الرابط اسفله، يعني هو ده الرابط التحتاني ديالها. اييه تيليجرام ها هو، يعني
تبركوا على الليان غدخلوا ديرك لي النمر ديالنا هي 0692 82 82 02 يعني 0692 82 82 02 اللي بغى يعرف شي ارتيكل الثمن ديالو او لا ليفريزون او بغى يجي المحل ديالنا وتلف مرحبا به تواصل معنا في هذه النمره مرحبا اولا خلي لهم هاد لاكارت فيزيت باش يسكرينيوها كتجيهم ساهله في الحقيقه اللي غادي تخصو شي حاجه المحل ديالنا هو هذا التقدم بلوك 33 رقم 8 مارشي كالبرنوسي الدار البيضاء التقدم بلوك 33 رقم 8 مارشي كالبرنوسي الدار البيضاء اواني عبد البرنوسي مرحبا ديس عبد الواحد كما قلنا قبيله للزبناء الكرام ضروري غادي ندخلوا غندير واحد الغيكاب بالنسبه للسلعه اللي دايرين فيها بروموسيون وثمن بطاطا برطل نبداو معاهم بهاد لاطاس صغيورين بعدا في الحقيقه راه السلعه عندنا كل المحل عندنا كله بروموسيون وكله ناقص 50% ناقص 20% ناقص 60% ناقص 70% السلعه يعني اي ارتيكل تيبان لكم راه ضروري تنكونوا ناقصين فيه ضروري في بروموسيون محبوب. اول حاجه بدينا اليوم بهاد الكويسات الزويونين ديال القهوه ديال كافي نوار اللي هما هادو ليما اللي درنا لهم ثلاث الباكيات ب 60 درهم واللي خدا ثلاثه غياخذ وحده غراتي يعني 24 كاس عندكم غادي تخلصوا على 60 درهم ايوا 90 درهم او 100 درهم حنا درنا لكم 60 درهم هاد الكويسات الزويونين ديال على السا تقدرنا لهم 1000 ريال 50 درهم مرحبا وهادو اللي جاو هكا مربعين تما درنا لهم السا 1000 ريال وكاينين هادو ديال الاناناسه كيف ما كتشوفوا راه شي حاجه زوينه تما هادو تما السا ب 1000 ريال بالنسبه للعجانه العجانه خويا تنظن مقاس غير الكري كاين كان الثمن الاول كنظن ان الستوك تسالى سالى داكشي اللي كان ما بقاش عندنا بقى غير الكري بقاو جوج بياسات هما اللي بقاو بياسات اللي بقاو سالات يعني ولكن واش غادي تجي ولا ما غادي تجي ان شاء الله غادي تجي ان شاء الله ونحطوا عليهم في اللايف الجاي ان شاء الله نقدر نديرو نرجعو البروموسيون اللي كان دابا راه 900 درهم رجعت الثمن ديالها هادشي اللي كاين المهم هادشي اللي كاين دائما تنقولو لكم شي حاجه بانت لكم فيها الهوته بروفيتيو ما تعطلوش عليها وهاديك الصغيوره هاديك الصغيوره نيبالا غير ديك الوحيده راه بقاو جوجات لا راه بقاو جوجات ربما وحده صغيره وحده كبيره داكشي اللي كاين راه هادي السائطرو كيف ما كتشوفوا وعلى سبعه اطر المهم غنحضرو لكم ان شاء الله راه خدامين على بالله باغي نرجعو البروموسيون اللي كانت حقاش راه السلعه كلها تزادت ان شاء الله تزادت كلشي وكاين غير الزيادات مرحبا دي سعد الله شنو مازال غادي توريني اخر وريني لي مولينات نكملو معاهم الناس اللي قلت لك بالنسبه للبلاند واش تدير 130 درهم زويونة وكاليتي الصراحة الموتور ديالها ثقيل وفيها لي طالعين بالنسبة للاند طروا تدير 150 درهم يعني 3000 ريال كاينة هادي تدير 130 درهم وكاينة هاد ليكسيس تدير 150 درهم كاسة جاج وكاينة الانوكس تدير 220 درهم 220 درهم 1400 ريال مرحبا بالنسبة للعطريات اييه العطريات كاينة هاد الدوغي تدير 160 درهم يعني 3200 وكاينة ديال العود على 9 عود تدير 210 درهم وكاينة هادي لي ترونسبارو تدير 160 درهم 3200 ريال 3200 وكاينة الكرانيت عاوتاني على 6 وفي الزيات ديالي 160 درهم يعني 3200 مرحبا بالنسبة لهاد بورت كاطو تنظن بقاو هاد جوج بياسات راه 130 درهم هاد جوج بياسات اللي بقاو عند الدراري حاصلين عندهم راه 130 درهم شحال غادي يبقاو ليكم مرحبا بالنسبة لهاد هاد الارتيكل الزوين راه ليا التليفون نشوفو كيف تحط السيده اللي حطاتو لينا شوف اخويا بالنسبه لواحد السيده سولتنا قالت لك بغيت الكاج ديال البيوفي الكاج 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 ربما كنظن انه ما بقاش كاج بقى في الارجنت راه ليا التليفون اصلا الكاج فين هو سيموني اييه بقى في الارجنتي بقى في الكارو وفي الدائر يعني بقاش بي بقى في غير شي بياسات قلال يعني اللي غتخصو شي حاجه هذيك الساعات مرحبا به يتصل بينا او الا كان قريب راه المهم لا ليفريزون راه كاينه سواء كنتي قريب سواء كنتي بعيد بالنسبه للخوله خنسه بلاطو مرايا كبير جاوبني عافاك
اختي بقى عندنا هذا اللي على هذا الشكل هذا بحال ما كما كتشوفوا الثمن ديالو هذا 130 درهم 130 درهم اما الصينيات راه باقين مازال كيف ما حطاتهم لينا السيده الصراحه وارين هما كيف ما كتشوفوا هذا راه من المحل ديالنا البلاطوات اللي مشنفين صراحه جوارين رابورت بوجي كيف جات لي كاج ديالنا من ديال المحل ديالنا صراحه كاينين الناس بزاف تيتقداو من عندنا صحاب لي في بي في طريطوره الله يسهل على كل واحد المهم بالنسبه للسواني راهم هو هذا البلاطو اللي تياخذوا من عندنا الناس صراحه راه تيجي واعر الله يبارك فيه هذا مشيتي معطل اليوم الميمون هذا الصغير تيدير 140 درهم والكبير 170 درهم أيوة. بالنسبه لديال الكيسان ها هو تيدير 200 درهم 4000 ريال 200 درهم مرحبا سلام بالنسبه لي عشوار لي عشوار كاين عندنا 4 اترو لا مارك كرافت لاين 1500 واط 4 اترو تدير 240 درهم 4800 وكاينه 3 اترو تدير 195 درهم 195 يعني درهم 3900 درهم وعندها حتى ديك القبضه منين كتشديها كاسه هذا هو الفرق بينه وبين الاخر هذه ماشي بحال كنظن اننا يعني تقريبا دوزنا معاهم جوج السلع المتواجد عندنا في المحل ولكن الله يرضى عليك ما اكدتيش لي على البروموسيون الثانيه اللي درنا وريناهم الاخرين 18 كاس معاهم 6 غراتوي وما وريناهمش هذه اللي ربعه الله اكبر اللي معاهم ربعه ب 4 ب 1000 ريال وحده غراتوي 4 ب 1000 ريال وحده غراتوي مرحبا سير على المهم ماشي لك يا خويا نوريهم لوكاليزاسيون واحد دخلنا على برا نستغلوا بها الفرصه باش من هنا لتما نقول لهم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وريهم لوكاليزاسيون ديالنا اللي هي العماره البيضاء اللي وليتوا عارفين كاملين اللي هي عباره على الصيدليه الكبرى ديال سيد البرنوسي اللي غادي يجي غادي يسول عليها حنا راه المحل ديالنا كيتماجد من ورا الديبو ديال الترامواي اللي هو هذا غادي يجي مع هاد الزنق غادي تو دروا ميم با واحد 200 متر ابارتيغ ديال هذيك العماره اللي كاينه تما حنا المحل ديالنا راه كيتواجد جيست اكوتي ديال الطلوريات والسكالسيه اللي كاينين هنايا مرحبا بكم تخفيضات عبد البرنوسي مرحبا بجميع الزبناء الكرام اش لا فريزون عاوتاني احمد مرحبا بالنسبه للناس اللي كيسولوا على خارج كازا او داخل كازا عندك تازا عندك العرائش عندك اليوسفيه مرحبا هادو كلهم ديما في موطور انا دي في موطور هذا راه فيها ثلاثه اخويا راه ثلاثه الكوليات كدير لي ماشي مشكل الدنيا هان مرحبا مرحبا بكم مرحبا بجميع الزبناء الكرام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله تعالى من قلب محل اواني عبد السيدي مؤمن نفس لي زارتيكل تقريبا لي ميم بروموسيون تسناونا وكونوا في الموعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.